بس بدل resistive حطوا ايه؟ impedance network عليها variable load سماه زد ال. زي ما انت شايف كده احنا اتفقنا بعد ما وصلنا للفيزر دومين ان احنا نقدر نتعامل بكل قوانين سيركت 1 بس نشيل الار ونحط مكانها ايه؟ زد. عشان هنا كان بيقول لك linear active resistive network، هنا قال لك linear active impedance network. وهنا كان variable load كان عباره عن resistor، هنا ال variable load ده عباره عن زد لود. الدائره ديت بثيفنينز نقدر نحولها لفولت سورس واحد اسمه في ثيفنينز، وامبيدنس واحده اسمها زد ثيفنينز، وادي الفاريبل لود بتاعي اللي هو زد ال. المطلوب نحدد الماكسيمم باور ترانسفير. طب لما اقول لك ماكسيمم باور ترانسفير اقصد الاس ولا البي ولا الكيو؟ اقصد الاكتف باور هي اللي تبقى ماكسيمم ولا الرياكتف باور هي اللي تبقى ماكسيمم ولا الكومبلكس باور؟ الاكتف طبعا. ليه الاكتف؟ لان دي الباور اللي انا بدفع ثمنها. احنا قلنا رياكتف اسمها رياكتف، دي زي ما شفنا هي عباره عن باور بتبقى جزء بوزيتيف وبعدين نيجاتيف، فالافرج بتاعها بيطلع كام؟ زيرو. فاحنا عايزين نكبر الاكتف باور. طب الاكتف باور في اللود ده هي عباره عن الباور رايحه فين؟ في الجزء الريال اللي هي عباره عن الفي في الاي كوزاين فاي، او الاي سكوير في ار، او الفي 7 ان سكوير على الزد ايكويفالنت سكوير في الار. هم دول الثلاث قوانين اللي خدناهم المره اللي فاتت. اسهلهم هروح نجيب البي لود اللي هي عباره عن اي سكوير في ار. طب الاي بيساوي ايه؟ هنطبق هنا ايه؟ اومز لو. الزد سيريز او الزد ثيفنينز مع الزد لود مع بعض ان سيريز هنجمعهم، يبقى الكرنت اللي ماشي هيساوي الفي على الزد ايكوفالنت. تعالوا نربع بقى الكرنت ونعوض بيه هنا. واتفقنا لما نيجي نعوض هنا بنعمل ايه؟ واحنا بنعوض في الباور بناخد الماجنتيود بس. يعني ايه الماجنتيود؟ انت شغلك كله هنا كومبلكس نمبر. الزد الفي ثيفنينز ده كومبلكس، الزد ثيفنين ده كومبلكس، الزد ال ده كومبلكس، وبالتالي الكرنت بتاعي كومبلكس. لكن لما نيجي نعوض في معادله الباور بنحط القيمه ايه؟ ريال. الريال بس، الماجنتيود بس. فعشان كده بدا يجيب لك مودلس الكرنت. ادي الاي بتاعي هو عباره عن في ثيفنينز، وهي تحت شال بقى الزد ثيفنينز وحط مكانها ار زائد جي اكس، والزد لود هي عباره عن ار زائد جي اكس ال، جمع الريال وجمع الايماجيني، جاب المودلس. مودلس الفي هو مودلس في ثيفنينز، ومودلس المقام هو عباره عن الجزء الريال سكوير زائد الجزء الايماجيني سكوير تحت الجذر. ده كده ماجنتيود الكرنت. هنعوض ماجنتيود الكرنت في معادله الباور، فتطلع الباور بتساوي الفي طبعا ده لما يتربع الجذر يطير ومضروب في الامر. لو بصينا على المعادله بتاعتي فيها كم متغير؟ فيها متغيرين الار ال والاكس ال. ليه متغيرين؟ لان هو بيغير فين؟ في الزد. والزد لود زي ما اتفقنا هي عباره عن ار ال بلس جي اكس ال. لما خدنا في سيركت 1 كان الفاريبل الوحيد كان مين؟ الار. ففضلنا الباور بالنسبه للار وسويناها بالصفر، لان العلاقه بين الباور والار لو تفتكروا كانت ديت الار وادي البي، وكنا رسمنا جراف. الجراف ده كانت الباور مالها بتزيد وترجع تاني تقل. النقطه دي هي نقطه مين؟ الماكسيمم. النقطه دي الماكسيمم دي عندها السلوب بكام؟ بصفر. والسلوب ده بنعبر عنه بالمشتقه الاولى. فاشتقينا الباور بالنسبه للار وسويناها بالصفر. ده باعتبار ان الار هي المتغير الوحيد اللي عندي. المره دي انا عندي كم متغير؟ اتنين. فمره هنفاضل بالنسبه للاكس ومره هنفاضل بالنسبه للار ونطلع النتيجه. لكن قبل ما نطلع نتيجه رياضيه انا بسال الناس امتى اخد ماكسيمم باور لو حد فاهم من غير ما نثبت نظري؟ لو الزد ال ساوت الزد 7. ليه؟ اولا احنا عشان نخلي الباور ماكسيمم
الاس بتساوي بي بلس اور ماينس جي كيو. احنا عايزين الاس تبقى كلها عباره عن ايه؟ مش اكبر حاجه ان الاس تبقى كلها بي. يعني الكيو تبقى بصفر. امتى الكيو تبقى بصفر؟ ما خد بالك انا عندي اندكتور وايه؟ كاباستور. والاندكتور والكاباستور مالهم؟ عكس بعض. عكس بعض. فلو انت قدرت تحط اندكتور وكاباستور في الدايرة بتاعتك بنفس القيمة هتطلع الكيوب كام؟ بزيرو. فلو قدرنا لو هو قالك بقى نفترض مع بعض لو الدايرة ديت بتاعت سيفننس كاباستيف نخلي اللود اندكتيف، ولو الدايرة بتاعت سيفن اندكتيف نخلي اللود كاباستيف. فدي أول حاجة. فلو أنت خليت الكيوب صفر هتبقى الاس بتساوي البي والباور فاكتور يطلع بكام؟ اللي هو الكوزين فاي. لو رسمنا مثلث الباور ده البي وده الكيو وادي المودلس اس والزاوية ديت هي الفاي هتساوي زيرو. كوزين زيرو بكام؟ واحد. ودي اكبر قيمة للباور فاكتور صح كده؟ يبقى احنا تعالى نثبت بقى هنطلع نفس الكلام. لو فضلنا الدايرة بتاعتي المعادلة بتاعتي بالنسبة للإكس هيطلع y effective في v effective. ادي الاتنين variable بتوعي اللي علمهوني بالاخضر والاصفر، هنفاضل بالنسبة للإكس ونساوي صفر، وهنفاضل بالنسبة للآر وهنساوي صفر. لو فضلنا بالنسبة للإكس، ازاي نفاضل بالنسبة للإكس؟ هنربع المقام. بعدين ها البسط فين؟ في مشتقة المقام. لو اشتقنا المقام يبقى كام؟ ايه يا حمام مش مسجلة طبعا. ولا مسجلنا احنا كمان، بس عارفين احنا بالرقم. البسط اهو اللي هو مين؟ يلا يا شباب هنربع المقام. البسط ار ال نشتق المقام. نشتق دي ازاي؟ الاثنين هتنزل والباور يقل واحد وناقص بس واحد. مشتقة اللي جوه كام؟ صفر. مش انا بفاضل بالنسبه للاكس يبقى الار مالها؟ ثابت. ثابت. اصلا ده هيبقى بصفر وهيتبقى لي هنا ايه؟ اتنين ينزل صح؟ في x7 زائد xl وتفضل اللي جوه بكام؟ واحد. بواحد. تمام. يبقى المقام في الاخر هيطلع لي هو عباره عن 2 x7 xl في واحد مضروب فين؟ في البسط. طب تفاضل البسط بكام؟ بزيرو. في المقام يبقى كله هيبقى بصفر، فلو فاضلنا هيطلع لي المنظر ده. ربع المقام زي ما انت شايف، وادي البسط في مشتقة المقام فين؟ في البسط. عايزين نساوي دي بالصفر. لما تساوي دي بالصفر ما ينفعش الفي ثيفنن تساوي صفر وما ينفعش المقام يساوي صفر، يبقى حلك الوحيد ان ده اللي يساوي صفر اللي هو البسط صح كده؟ طب لو البسط يساوي صفر قدام احتمالين ايه هما؟ يا اما الار ال تساوي صفر وده مستحيل ان كده لغيت اللود، يا اما اللي ما بين القوسين دول يساوي كام؟ زيرو. فكده يبقى اكس 7 زائد الاكس ال هيساوي كام؟ هيساوي صفر. يبقى الاكس ال هتساوي ناقص الاكس 7. زي ما قلنا لازم تبقى الدايره بتاعتي ها الدايره واللود عكس بعض. لو اللود اندكتيف تبقى الدايره كاباسيتيف، ولو اللود كاباسيتيف تبقى الدايره اندكتيف. الفضل الثاني هنفاضل برضو الباور بالنسبه للار ال، برضو هنربع المقام ونفاضل البص بالنسبه للمقام وهكذا. طبعا ده اللي طلع من التفاضل. الترم ده يبقى بكام؟ بزيرو. بزيرو. تمام. فعوض عنه بزيرو اهو. وبعدين برضو فور ماكسيمم باور هيساوي البسط بصفر، فلما يساوي البسط بصفر هتبقى المعادله ديت بتساوي صفر. هينقل ده الناحيه الثانيه اهي. ده هيروح مع مين؟ مع التربيع. فيطلع لي ان الار ال بتساوي الار تيفنز. ليه طلع لي الار ال بتساوي ار تيفنز؟ لان انت من الكونديشن الاولاني لما خليت الاكس ال تساوي مين؟ الاكس 7
الدائرة رجعت أكنها إيه؟ في الار بس. أكنها ريزيستنس زي الدي سي، وأنت في الدي سي كنت مطلع الار ال بتساوي الار. Finally condition for maximum power transfer إنها تبقى الزد ال بتساوي الزد ثيفنين conjugate. conjugate معناها إيه؟ إن الريال بيساوي الريال والإيماجنري بيساوي الإيماجنري، لكن الخلاف فين؟ في إشارة الإيماجنري. وإحنا قلنا إن دايماً عايزين الـ XL تبقى ناقص الـ XA ثيفنين. Then the maximum power delivered to the load is given by إن الـ P maximum هتساوي الـ V ثيفنين على 4 RL. القانون ده هو نفس القانون اللي خدناه في الدي سي، لكن ده اللي اختلف. طبعاً في المسائل إحنا مش بنثبت. المسائل بيسألك قول لي امتى تاخد ماكسيمم باور، تقول له لما زد ال تساوي زد ثيفنين كونجكت. طيب قيمه الماكسيمم باور هي طبعا عباره عن الفي ثيفنين افكتيف الكل سكوير على 4 ار، واحنا اتفقنا ان كل تعاملاتنا مع الافكتيف فاليو. ده كان اخر جزء في محاضره الباور بتاعت الاسبوع اللي فات، وكده نبقى خلصنا الباور كالكوليشن. هل في مشاكل في الكلام ده؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. ده موضوع زي ما اكدت عليكم في بدايته، موضوع غايه في الاهميه. مفيش مساله للميد تيرم او مساله للفاينل مش هيبقى فيها باور كالكوليشن. فاهتم جدا بالموضوع اللي فات، وهو عليه شيتين في الكتاب عشان هو مهم. ثالث موضوع عندنا السمستر ده، اتفضلي. هو انا بس كنت هسال الاسايمنت كده نرفعه تاني ولا ايه؟ اه طبعا حقيقي، انا فتحت لكم التايم عشان ترفعوا تاني. البالانسد طبعا انتوا بتسلموا نسخه للمعيد فما تقلقوش يعني، لكن احتياطي يبقى في نسخه موجوده على الموقع. البالانسد 3 فيز سيركت ده ثالث موضوع عندنا السمستر ده، وده اكتب برضو موضوع مهم جدا الحقيقه. بقى ده من الاسئله اللي مفروض تكون مضمونه في امتحان الفاينل. فاكرين في سيركت 1 قلنا ان الاوب امب مضمون، وكان عباره عن كم كيس؟ 5 كيس بيجي منهم واحدة. وقلنا الاندكتنس والكاباستنس برضو موضوع مضمون، هم عبارة عن نوعين المسائل 2 كيسز. تمام؟ النهاردة في 3 فيز ده برضو موضوع مهم، هتكتشف في آخر الشابتر ده ان المسائل بتيجي فيه حاجة من 3، وبالتالي انت هتبقى داخل الامتحان ومتوقع وعارف شكل المسألة اللي هتجيلك كم احتمال، هما 3 احتمالات بس وما ينفعش يتغير. وبالتالي ده من الاجزاء اللي مفروض تكون مضمونه، ودي من الحاجات اللي هتساعدك على ان انت تنجح في امتحان الفاينل، ان دايما مساله الجزء ده ما فيهاش لعب. طب هتسالني في الباور كالكوليشن؟ لا يا ريس، انا اقدر كل دقيقه اجيب لك فكره جديده، لكن في 3 فيز لا، سيستم ستاندرد زي ما هتشوف معايا. عنوان المحاضره ايه؟ بالانسد 3 phase circuits. عايزين نفهم يعني ايه balanced ويعني ايه 3 phase. احنا في البيت بنتعامل مع سيستم ماله اسمه single phase، فيزة واحدة، لكن الشبكات ومحطات الكهرباء شغالة 3 phase. ليه بقى؟ يقولك in the previous chapter we deal with circuit excited by single phase generator or supply, which is expressed by the following equation in time domain, in LV of T equal LV maximum cosine omega T plus theta, وادي شكل الفولتج في time domain. دي تعاملاتنا الفترة اللي فاتت مع الـ AC أو مع الـ sinusoidal source، وهو ده اللي انت بتستخدمه في البيت وفي الجامعة، اللي هو single phase system. In phasor domain كان الفولتج ده هو عبارة عن الـ V phasor وعبارة عن الـ V maximum angle theta، وده كان شكله في الـ phasor domain. ده اللي احنا قلناه في اللي فات. In this chapter we will analyze the circuit excited by 3 phase generator which are expressed in time domain as follows. المرة دي بدل ما هيبقى عندي phase هيبقى عندي كام؟ 3، وكل واحدة فيهم هتنتج فولتج. فلما نيجي نرسم الفولتج مع التايم، الفيزة الأولانية بنسميها فيز A بتساوي V maximum cosine omega T
وده شكلها في التايم دومين زي ما انت شايف باللون الاحمر. وعندي فيزا تانية اسمها فيزا بي، ودي عبارة عن في ماكسيمم كوزاين اوميجا تي ناقص 120. يعني ايه ناقص 120؟ متشفتة 120. طيب متشفتة 120 لاج ولا ليد؟ لاج 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 لاج. اشفت ليفت ولا شفت رايت؟ رايت ليفت يا دكتور، ليفت عشان السالب. لا ليفت يبقى ليد يا ريس. اه تمام تمام. فادي شكل الفولتج زي ما انت شايف اهو، اللي اسمه بي، الفيزا بي. وعندي فيزا تالتة ان الفي ماكسيمم كوزاين اوميجا تي ناقص 240. ادي شكل الفولتج في التايم دومين. يبقى عندي كام فيزا؟ عندي ثلاث فيزات، ثلاث ليهم نفس القيمه. شايف هنا في ماكسيمم في ماكسيمم في ماكسيمم، نفس الفريكوانسي. هما المختلفين عن بعض في ايه؟ مختلفين عن بعض ان الفيز شيفت بينهم كام؟ 120. ده سيستم، ده بيسموه التري فيز سيستم. ممكن بدل ما تقولي ناقص 240 تقولي زائد كام؟ 120. الفيزر دومين هيبقى الفولتج بتاعي فيزا ايه هو الفي ماكسيمم انجل زيرو، وادي شكله في الفيزر. والفيكتور التاني هيبقى عبارة عن الفي بي في ماكسيمم انجل ناقص 120 اهو، والفيكتور التالت هو عبارة عن الفي ماكسيمم انجل 120 زي ما انت شايف، وادي الفيز شيفت ما بينهم. ده اسمه بالانسد تري فيز سيستم. يبقى كل اللي عمله ايه؟ ان هو بدل ما عنده سبلاي واحد بقى عنده كام سبلاي؟ ثلاثة، والثلاثة سبلاي مشتركين مع بعض في الماجنيتيود اوف ذا فولتج and the frequency but are shifted by 120 electrical degrees. كده شكل 3 phase system. في حاجة اسمها phase sequence، ترتيب الفيزات زي ما انت شايف كده، phase A ثم B ثم C، ده بيسموه ال positive sequence او ال ABC sequence. طيب 3 phase system importance ليه لجأنا لل 3 phase؟ Why we study three phase circuits؟ ليه؟ ما احنا شغالين single phase وكويس، ليه حولوا السيستم ل three phase؟ أول حاجة عشان الجنريشن. الجنريتورز، ودي مادة هتاخدها في المستوى التاني اسمها electrical power and machine، تصنيع الجنريتور three phase أسهل بكتير من single phase. أنتوا عارفين حدوتة الباور كانت بادئة إزاي؟ أول سورس عملوه كان إيه يا جماعة؟ كان الدي سي. اول فولتج عملوه كان الدي سي، واول جنريتورز عملوها كان الدي سي، وبعدين حولوا السيستم من دي سي لمين؟ لاي سي، وبعدين حولوا السيستم من الاي سي سنجل فيز لثري فيز. ليه بقى لثري فيز؟ عشان الجنريشن، المولدات، الجنريتورز. تصنيع الجنريتورز اسهل بكتير ثري فيز من السنجل فيز. أول حاجة قال لك إن الجنريشن والترانسميشن والديستريبيوشن of electrical power is accomplished with three phase circuits. طيب الجنريشن والترانسميشن three phase، والديستريبيوشن اللي هو مين؟ مش أنت عندك في الحي بتاعك حاجة اسمها قطة كهرباء؟ دي بيسموها الموزع. الموزع ده three phase. وبيجي لغاية عندك ويسألك أنت عايز فيزة ولا عايز كام؟ يعني في ناس مدخلة في بيوتها 3 فيز، وفي ناس مدخلة سينجل فيز، ودي حاجة ترجع لك. فبيجي يسألك دي مؤيسة ودي مؤيسة ودي عدد ودي عدد، عايز سينجل فيز ماشي، عايز 3 فيز ماشي، لكن المحطات شغالة ايه؟ 3 فيز. فالمحطات وخطوط النقل والتوزيع بتاع الالكتريكال باور كله بيتم 3 فيز. ليه بقى؟ تخيل معايا ان انت عندك 6 3 لودز، ادي لود وادي لود خدها تو انت وادي لود. كل لود ده محتاج، كل واحد من دول محتاج ايه؟ محتاج سبلاي. هجيب للاولاني ده سبلاي، واجيب للتاني ده سبلاي،
واجيب للتالت ده سبلاي. طب ومحتاج كام سلك؟ اتنين لكل فيزة، ستة بالظبط. طيب كده انا غزيت تلاتة فيز لود بتلاتة فيز سبلاي. طب ايه رأيك لو انا ضميت التلاتة دول مع بعض على شكل ستار؟ واضم التلاتة لود دول برضو على شكل ستار وبرضو اوصلهم ببعض، وانا كده عملت حاجة. مش كام لود؟ تلاتة. تلاتة. وعايزين كام سبلاي؟ تلاتة سبلاي. موصلهم كده ببعض، بيت محتاج كام كابل؟ واحد. محتاج تلاتة بدل ستة، محتاجت كام؟ ايوه تلاتة. وبنحتاج واحد في النص رابع كده اسمه النيوترون، وهنشرح وظيفته دلوقتي. يبقى بدل ستة بقوا كام؟ أربعة. كده وفرت في كام كابل؟ كابلين. الكابلين دول وفروا لي حاجتين، فلوس تمنهم. خد بالك أنا بكلمك على محطات بتمشي مسافات طويلة، أنت طول ما أنت مسافر على طول السفر بتبقى شايف إيه حواليك؟ تاورز شايلة كابلات، دي بيسموها ترانسميشن لاين، خطوط نقل الطاقة، تمام؟ أو نقل الباور. طبعا دي بتمشي آلاف الكيلومترات. فالنهاردة لما تقول لي هوفر اتنين، لا انت وفرت فلوس كتيرة، لان انا مش بتكلم على سلك ماشي جوه بيت ولا جوه شقة ولا جوه عمارة، لا انا بتكلم على كابل هيسافر آلاف الكيلومترات. الحاجة الاهم كمان غير الفلوس الباور، انت انا كنت بتخسر كم باور لوسز؟ ستة. بقوا كام؟ اربعة. فلما عملوا دراسة لقوا ان الباور في 3 فيس سيستم تبقى 1.4 الباور في سنجل فيس سيستم. يعني لو انت عملت سيستم سنجل فيس وحولته 3 فيس تسيف كم الباور؟ تسيف 40% من الباور. يبقى انت كسبت كم حاجة؟ حاجتين، وفرت فلوس وكسبت باور كمان. تقولي طب ما حلو قوي، طالما انا لما حولت السيستم ل 3 فيس كسبت 40%، طب ما نزودهم، ما نخليهم أربعة، ما نخليهم خمسة، ما نخليهم مليون. الحقيقة إن هو عملوا دراسة بين ثلاثة لغاية عدد لا نهائي إنفينيتي، لقوا إن الباور بعد كده هتزيد بقيمة هتبقى 1.48. يعني من زيرو، سوري، من واحد لثلاثة زدت كام؟ 40%. ومن ثلاثة لما لا نهاية هزيد كام؟ 8%. متخيل؟ طبعا هتقولي انت وصلت في حاجة اسمها ما لا نهاية. لا مش ما لا نهاية، لكن لو اعتبرنا ان هم مليون فيزا هزيد كام؟ 8%. لكن 3 زدت كام؟ 40%. طبعا انت وانت بتدرس اي سيستم بتدرس حاجتين، الكوست ومين والجين. فانت النهاردة لما ترفع عدد الفيزات لمليون فيزا، ده رقم خيالي جدا، التكلفة هتعلى قوي. ولما التكلفه تعلى هتكسب كام من التكلفه دي؟ 8%. لا ما تستاهلش. فاتفقوا ان الاوبتيمم يبقى مين؟ هو 3 فيز سيستم، وبقى سيستم ستاندرد وشغال في كل حته في العالم اللي هو 3 فيز سيستم. الحاجه الثالثه ان هو مور ايكونوميك اند يوز لس كوبر واير ذان سنجل فيز زي ما قلنا. رابع حاجه ان 3 فيز فولتج كان بي ترانسفورمد تو سنجل فيز. يعني انا قلبت المحطات والترانسميشن لاين والديستريبيوشن سيستم 3 فيز، لكن انا في البيت حرمتك من السنجل فيز، منعت عنك السنجل فيز؟ لا لا. طالما ما منعتش عنك السنجل فيز يبقى انت مش متضايق مني في حاجه. ان انا خد بالك هو اغلى، فالناس كانت ممكن تعترض لما حول السيستم من 3 فيز واجبرهم عليه. لا انا ما اجبرتش حد، انا قلبت المحطات بتاعتي وشبكات الكهرباء وخطوط النقل قلبتها 3 فيز، وباجي عندك واسالك ككاستمر انت عايز ايه، تقول لي عايز سنجل فيز اتفضل، عايز 3 فيز اتفضل. وبالتالي ال 3 فيز سيستم ممكن احوله لمين؟ سنجل فيز في اي وقت لو انا عايز، لو الكاستمر عايز مني. طبعا المصانع كلها بتشتغل 3 فيز،
احنا عندنا هنا في الكليه في الاكاديميه عندنا بعض المعامل فوق فيها 3 فيز، لكن الغالبيه كله شغال سنجل فيز، لكن عندنا معمل فوق بس 3 فيز. طبعا التكييفات اللي هي السنترال التكييف دي شغاله برضو 3 فيز. التشيلرز الكبيره اللي بتشغل عارفين اللي هو التكييف المركزي ده بيشتغل 3 فيز، لكن التكييف اللي عندك في البيت بيشتغل سنجل فيز، صح كده؟ طب تقول لي طالما كل اللي في البيت عندي سنجل فيز، ايه اللي يخليني اروح اتعاقد مع وزاره الكهرباء واخد 3 فيز؟ اعمل بيه ايه؟ مش انا كده كده بشتغل سنجل فيز؟ اروح اتعاقد مع وزاره الكهرباء وادفع فلوس زياده ليه عشان اخد 3 فيز؟ ها؟ عشان بالنسبة للمصانع هتقلل الباور معهم او تديهم بنفت للباور. لا، المصانع كده كده المكان عندهم محتاج 3 فيز. انا بسألك انت كبيت، انت كراجل ساكن في شقة كل احمالك سنجل فيز، ايه اللي يخليك تروح تدفع فلوس اكتر وتاخد عدد 3 فيز؟ في ناس عاملة كده كتير. ليه؟ يقول لك عشان حاجة اسمها الريليابيليتي. يعني ايه الريليابيليتي؟ قوة اعتمادك على السيستم. النهارده لما يكون بيتك على فيزه، لما الفيزه تقطع ايه اللي بيحصل؟ البيت بالكامل كله بيفصل عن الباور. مش عارف بتلاقي في نفس الشارع عماره شغاله وعماره مطفيه؟ مش عارف بتلاقي في نفس العماره جنب شغال وجنب مطفي؟ ده عشان كل واحد فيهم شغال على فيزه. طب انا لو مدخل بيتي 3 فيز بقى عندي كم مصدر؟ ثلاثه. وبالتالي ممكن اقسم شقتي على الثلاث مصادر دول، يبقى لما الكهرباء تقع في فيزه يقع تلت البيت ويفضل التلتين مالهم شغال. فدي اسمها ريليابيليتي. ده كمان ممكن اعمل سيستم تحويل ينقل لي الاحمال اللي موجوده على الفيزه العطلانه على الفيزتين التانيين في البيت كله يبقى شغال. فدي بيسموها ريليابيليتي. دي حاجه اوبشنال، لو انت عايزها بتدفع رسوم زياده ووزاره الكهرباء بتوصل لك 3 فيز وتغير لك العداد بتاعك. يبقى 3 فيز سيستم ندرسه ليه؟ واحد اتفضل اتفضل. مش عارف ازاي، مش فاهم ازاي اللي هي لما ازاي الباور يفصل يبقى تلتين يشتغلوا وتلت يفصل، مش المفروض هي كلها باور سبلاي دلوقتي يا باشا؟ انا مع بعض يا ريس. لا انا مدخل لك 3 فيزات، حلو تمام. لما بيحصل مشكله في اي سيستم بيحاول يفصل المنطقه اللي فيها المشكله بس. يعني النهارده لما يكون عندي في شقتي مشكله في مثلا في الليفينج، المفروض افصل البيت كله ولا افصل الليفينج؟ افصل الليفينج بالظبط. مش منطقي خالص ان انا يبقى عندي مشكله في الليفينج او مقطع لك الكهرباء على البيت كله. فعندك لوحه كهرباء، لوحه الكهرباء دي فيها مفاتيح، تلاقي المفتاح بتاع الليفينج ماله فصل وساب لك بيت البيت ولا سابول. تمام. تمام. اي سيستم بروتكشن بيعمل كده. مش معنى ان انا حصل لي مشكله افصل السيستم بالكامل، فانا عندي 3 فيز سيستم وحصل مشكله في فيزه، افصل الثلاثه ولا افصل الفيزه دي؟ افصل الفيزه اللي فيها المشكله واسيب لك 2. طب انت لو داخل بيتك كله فيزه واحده والفيزه دي حصل فيها مشكله، كده ايه اللي حصل؟ كله هيفصل. كله هيفصل. طب لو انت بيتك بيتغذى من 3 مصادر، مصدر وقع معناها الناس اللي متحمله على المصدر ديت وقعت، ويتبقى لي كم مصدر؟ يتبقى 2 بالظبط. فيقول لك السيستم بتاعي مور ريلابل. الريلابل اللي هي قوه اعتمادك على السيستم. تمام. امتى تقول انا بعتمد على السيستم بنسبه عاليه؟ لما يكون عندي اكتر من حل. لكن كونك موجود على سيستم واحد اللي هو السنجل فيز معناها ان انت عندك حاجه من الاثنين، يا زيرو باور يا 100%، مفيش حاجه وسط، فاهمني؟ يا اما كله يبقى شغال يا اما كله ايه؟ فصل. يفصل. وده مش لوجيك، مش لوجيك ان انت يعني بالكامل تضيعني عشان مشكله حصلت في فيزا. فعشان كده احنا بنخيرك ككاستمر، ندي فلوس، هندخل لك الخدمه من فيزا واحده ولا من ثلاثه، انت اللي بتحدد في التعاقد بتاعك، وده بفلوس وده بفلوس. فالناس اللي بتدخل 3 فيز بتعتمد على ايه؟ ان هو يبقى عنده اكتر من مصدر، وبالتالي لو وقع واحد يبقى عنده 2 احتياطي. معايا؟ تمام. تمام. طيب الثري فيز سيستم كونستراكشن،
زي ما قلنا ان السيستم ده هيبقى عبارة عن generation system 3 phase وهنديهم small letter A small B small C small وعندي 3 transmission line وعندي add 3 phase load. مفروض بقى الجزء الاولاني ده هو generation، الجزء التاني transmission، الجزء التالت هو distribution. ده كده الconfiguration بتاع السيستم بتاعي. طب السيستم ده ليه كام شكل؟ الثري فيس سيستم مالوش الا شكلين من التوصيل، يا ستار يا ايه؟ يا ستار يا ايه؟ دلتا دلتا بالظبط. وبالتالي هيبقى عندي كام احتمال كده طالما ستار او دلتا؟ احتمالين ليه؟ اربعه، يا ستار ستار يا ستار دلتا يا دلتا ستار يا دلتا دلتا. هل في احتمال خامس؟ لا بالظبط. هل انا بقى ممكن الف حاجه في الموضوع ده؟ مستحيل. عشان كده لما جم يتكلموا عن البالانسد سيستم على الكونفيجريشن بتاعته قال لك ان انت عندك اربعه كونفيجريشن. الاربعه كونفيجريشن دول ستاندرد سيستم. عشان كده بقول لك ان المسائل بتاعت الجزء ده ما فيهاش لعب، بتيجي مباشره. ليه؟ ما اقدرش اغيرها. هما اربع اشكال: ستار 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 دلتا دلتا ستار دلتا دلتا. طيب البالانسد سيستم اللي هو عنواننا، يعني ايه بالانسد؟ بالانسد 3 فيز فولتج زي ما انت شفت، معناه انا عندي ان 3 فيز فولتج دول ايكوال ان ماجنيتيود اند فريكوانسي، صح؟ كان ليهم نفس القيمه كماجنيتيود نفس الفريكوانسي. وشفتت كام؟ 120. وبالتالي لو السيستم بتاعي بالانسد، هل محتاج اديك الثلاثه ولا اديك اي واحد منهم؟ اي واحد منهم بالظبط. فلما نيجي نعرف السيستم البالانسد ما بنقولكش بقى الفي اي بكذا والفي بي بكذا والفي كذا، بنقول لك بالانسد سيستم وندي لك واحده من الثلاثه. عندي اثنين، عندي اثنين حاجه اسمها فيس سيكونس او تو باسبل فيز ريليشن شيب بين الفيز. اول حاجه بيسموها البوزيتيف سيكونس او الاي بي سي سيكونس، وعندي النوع الثاني اسمه النيجاتيف سيكونس او اسمه الاي سي بي سيكونس. ايه الفرق ما بينهم؟ بالنسبه للبوزيتيف سيكونس معناها ان انت بتنتج فولتج اي ثم بي ثم سي، فيبقى عندك السيكونس بتاعك ماشي ازاي. عندك فيز اي الاول ثم ها فيزا بي ثم فيزا سي، يبقى بتنتج A وراها B وراها C. ده بيسموه ABC sequence أو positive sequence، الترتيب بتاع الفيزيك. الترتيب التاني إن أنا بقول لك يا negative يا ACB sequence، بيبقى عندي A ثم بعد كده C ثم B، هما دول التو سيكونس بتوع. يعني بالترتيب بتاعي زي ما انت شايف اهو كده وانا ماشي مع الكلوك وايز دايركشن اي سي بي. ايه اهميه الكلام ده؟ اهميته ان انا لما يكون السيستم بالانسد هدي لك قيمه واحد بس، لازم اقول لك السيكونس بتاعهم ايه، هل هما بوزيتيف سيكونس ولا نيجاتيف سيكونس. لازم اقول لك الترتيب بس، هل بنتج A ثم B ثم C ولا بنتج A ثم C ثم B. طب الكلام ده جه منين؟ من غير ما نخش في تفاصيل صعبه، الجنريتور بيبقى عباره عن جزء ثابت اسمه الستيتور وجزء متحرك اسمه الروتور. الجزء الثابت اللي اسمه الستيتور ده بيبقى عليه كام ملف؟ ثلاث ملفات. ده الملف بتاع فيزا A، وبعديها ب 120 ده الملف بتاع مين؟ فيزا B، وبعدين 120 ده الملف بتاع فيزا C. تمام. الفلكس بقى اللي بيقطع الملفات ديت عشان يولد، عارفين فاراديز لو؟ الفلكس عشان يقطع الملفات دي لو لف مع عقارب الساعة هيعمل ايه؟ ها؟ هيقطع ايه ثم بي ثم سي، صح كده؟ طب لو لف العكس، لو لف العكس اي سي بي هيقطع الاي ثم سي ثم بي. عشان كده انت عندك نوعين من السيكونس، يا اي بي سي سيكونس
يا اي سي بي سيكونس او بيقولوا عليهم يا بوزيتيف يا نيجاتيف سيكونس. طيب فور بالانس 3 فيز فولتج ال في اي بلس ال في بي بلس ال في سي هيساوي صفر. اجمع اي 3 فولت قد بعض في القيمه وشفت 120 هتلاقي مجموعهم بكام؟ بزيرو. لو جمعتهم برضو فيزر هيطلع بزيرو. عشان كده بيقول لك if one phase is known، لو انا فيزا واحدة عارفها. يعني ايه عارفها؟ ها؟ عارف قيمتها. يعني عارف قيمتها. بالظبط. طالما معايا قيمتها. وايه تاني؟ والاوميجا بتاعتها. الزاوية والزاوية. وعارف وعارف ان هي balanced. صح؟ وعارف ايه تاني؟ ماشيين بوزيتيف ولا نيجاتيف. وعارفين السيكونس بتاعها ايه؟ اقدر استنتج مين؟ الفيستين التانيين. صح كده؟ بيقول لك if one phase is known then other phases can be concluded according to the phase sequence. For example لو قلت لك ان ال VB 10 angle 190 degrees and the phase sequence is positive. ال VA هيساوي ايه وال VC هيساوي ايه؟ اللي هو بين ناقص 120 من ناقص 190. قوليلي قوليلي النتيجة النهائية ال VA بكام؟ شباب يعني ايه positive sequence؟ يعني عندي سالب 70. اللي قال سالب 70 ده اسمك ايه؟ محمد صبح. تمام يا محمد. محمد صبحي احمد. محمد صبحي. ادي ال في اي وادي ال في بي وادي ال في سي. انا عارف ال في بي يبقى ال في اجيبها ازاي؟ اجمع كام؟ لما تمشي مع عقارب الساعة تبقى نيجاتيف ولاجينج، ولما تمشي عكس عقارب الساعة بتبقى بوزيتيف وايه؟ وليدينج. لو انا عارف البي وعايز اروح للاي همشي في اتجاه اللاج ولا الليد؟ الليد. الليد. يبقى هجمع كام؟ 120 ناقص 190 زائد 120 يطلع ناقص 70 زي ما زميلكم قال. طيب والفي سي اجيبها ازاي؟ سالب 310. سالب. اسمك ايه؟ روبيل يا دكتور. عماد روبيل. ايه؟ عماد روبيل. عماد روبيل. تمام يا عماد. هيطلع سالب 310 او زائد 50. يا اما تطلع كده ناقص 120 يا اما تطلع الناحيه الثانيه زائد كام؟ 240. صح؟ انا ممكن امشي كده كام؟ ناقص 120 فتطلع ناقص 310. او ممكن امشي الناحيه الثانيه بس زائد كام؟ 240 بالظبط فتطلع 50. اسمي كده يا باشمهندس فاطمه الزهراء. يبقى ده معناه لما يكون السيستم بالانسد ان هو هيديني فيزا واحده ويديني مين الفيز سيكونس بتاعي كام وانا اللي هستنتج الباقي. طيب الترانسميشن لاين امتى يبقى بالانسد؟ لما يبقى الزد لاين اللي رابط ما بين فيز اي سمول بتاعت الجنريتور وفيز اي كابيتال بتاعت اللود. افكرك تاني بالرسمه. الرسمه بتاعت الكونفيجريشن في الحين. احنا اتفقنا A small ده generator و A capital ده load بينهم مين؟ transmission line اهو. صح كده؟ وعندي transmission line تاني رابط ما بين B small و B capital و transmission line تالت رابط ما بين C small و C capital. التلاتة transmission line دول لو السيستم بتاعي balanced معناها ان الزد بتاعتهم هتبقى مالها؟ متساوية. متساوية هتبقى زد line
between A small and A capital equals Z line between B small and B capital equals Z line between C small and C capital. طيب وبالانت 3 phase load معناها ايه؟ ان Z load A equals Z load B equals Z load C. فلما يقول لك balanced system يقصد ان supply balanced, transmission line balanced, والload كمان balanced. التلاتة balanced. ودي مهمة جدا. يعني في ناس يجي يدرسوا سيستم فلما يجي يدرس السيستم ده يقول لي ايه؟ يلاقي ان السبلاي بالانسد فما يكملش. لا. بالانسد سيستم معناها ان انت تشيك على السبلاي, انت السبلاي بالانس شرطين. الثلاثة فولتس قد بعض في القيمة وفي الفريكونسي شفتت كام؟ 120. امتى الترانسميشن لاين بالانسد؟ لما يبقوا ثلاثة امبيدنس قد بعض. امتى يكون اللود بالانسد؟ لما يبقوا الثلاثة امبيدنس قد بعض. كده نقدر نقول على السيستم ماله بالانس. اي شرط من الاربعة دول يقع او ما يتحققش يبقى السيستم بتاعي ماله امبالانس. يعني ممكن يبقى اللود بالانس والترانسميشن لاين بالانس والسبلاي ماله هو اللي امبالانس. يبقى كده السيستم كله ماله امبالانس. فكلمة بالانسد مع سيستم معناها ايه؟ ان السبلاي والترانسميشن لاين واللود الثلاثة مع بعض بالانسد. الكونكشن اوف ثري فيز سيستم زي ما قلت لك ان ثري فيز سورس اند لودز كان ايذر بي يو واي كونكتد اور دلتا كونكتد. سو ذا بيزك سيركت كان بي ريبريزنتد ان فور ديفرنت كونفيجريشن. ايه هم الكونفيجريشن اللي احنا قلناهم؟ يا سورس ستار واللود ستار, يا سورس ستار واللود دلتا, يا سورس دلتا واللود ستار, يا سورس دلتا واللود دلتا. كمان للتبسيط احنا هندرس اول اتنين بس. يبقى انت المسائل اللي هتجي لك هتبقى ايه؟ ستار ستار وستار دلتا. هجي لك بالظبط يا ستار ستار يا ستار دلتا. يبقى ستك داخل عارف المسائل اللي جايه لك ولا مش عارف؟ عارف. مع الاثنين دول هيقابلك حالتين, يا اما السيستم يبقى بالانسد يا اما السيستم يبقى unbalanced. بس يا ريس مفيش مسائل تاني, مفيش افكار في القصه دي. عشان كده هتلاقي الشيت بتاع الشابتر ده عباره عن كام مساله؟ مسالتين, وكل مساله جاب عليها 14 مطلوب. ليه جاب 14 مطلوب؟ ما عندوش حاجه تانيه فجاب مسألة. خد بالك أنا لما بجيب لك شيت بنوع في المطالب وفي المسائل ليه؟ عشان كل شوية أسألك في حتة مختلفة. إنما هو هنا ما عندوش, لو جاب لك مسائل هي هي فعشان يلخص راح جايب لك مسألة طلب فيها حاجة بكل حاجة ممكن تطلب. لكن طبعا أنا لا يمكن في الامتحان أجيب لك 14, أنا هنقلك منهم خمسة وأجيبهم. ولو إن لو أنا جبت لك ال 14 مصلحة لأن هي مسألة مالها مضمونة, بس ده مش هيحصل طبعا, مش مولا هضيع الوقت كله في مسألة زي دي. لكن من ال 14 دول بيجي لك 3 4 مسائل, 3 4 مطالب منهم عشان تبتدي تشتغل عليه. فانت يا المسألة هتجي لك ستار ستار يا ستار دلتا, اي واحدة من دول ممكن تبقى بالانسد او امبالانسد. فسيادتك مطلوب منك تتدرب مرة على الستار ستار والستار دلتا بالانسد وتتدرب عليهم امبالانسد. كده انت داخل الامتحان وعارف انت هيجي لك ايه. We will deal with only two configurations that are the star star اللي هو system بالشكل ده زي ما انت شايف اهو. السبلاي عبارة عن مين؟ 3 phase توصينا على شكل star, وادي 3 transmission line, وادي 3 load على شكل star. ده أول configuration. الconfiguration التانية هنتعامل مع star delta. السبلاي زي ما انت شايف على شكل star, وادي transmission line, وادي load بتاعك على شكل دلتا. هما دول الشكلين اللي هيجوا لك. عشان كده ساعات في المسائل دي ما بدي لك شيء رسمة, انتش محتاج مني رسمة لان انت عارف شكل الرسمة ولا مش عارف؟ عارف تمام. ما انت عارف يا ستار ستار يا ستار دلتا, فانا ممكن في المسألة اقول لك ستار ستار او ستار دلتا, وبالتالي ما رسمش. فمش شرط في المسألة دي اجيب لك الرسمة لان انت مش محتاجة في حاجة.
نتيجة توصيل السيستم بقى ونكون الثري فيز سيستم، ظهر لي حاجة اسمها اللاين فاليو وحاجة اسمها الفيز فاليو. ايه الفرق بين اللاين والفيز؟ بالنسبة لي الفيز فاليو انت متعود تتعامل مع ايه؟ انت متعود تتعامل مع سورس واحد دي كم طرف؟ طرفين. بالظبط، انت متعود تتعامل مع سورس واحد ليه طرفين. ادي السورس بتاعك، ده طرف وده طرف. ولو احنا اعتبرنا دي فيزا A فيبقى ده A small وده ال N small، والفرق الجهد ما بين الطرفين دول ده هنسميه مين؟ ال V A N. ده الفولت بتاع مين؟ بتاع الفيزا. طب سيادتك هتوصل كام فيزا ببعض؟ تلاتة. فتيجي هنا وتحط فيزا تانية، صح كده؟ الفيزا ديت ليها جهد ولا ملهاش؟ ليها. الجهد بتاع اسمه ايه؟ في بي ان. في بي ان. اه بالظبط، الفي بي ان اللي هو الفيز بي. والفيز الثالثه اهي ديت الفيز سي، ودي بنسميها الفي سي ان. لما وصلتهم الثلاثه مع بعض ظهر لي فولتج جديد ما بين A و B، ده بنسميه مين؟ ال في اي بي. مش انت وصلت ثلاثة مع بعض فبقى في بينهم علاقة، صح؟ فظهر لي فرق جهد جديد ما بين مين؟ ال A وال B، وما بين ها ال B وال C، وما بين ال C وال A. تمام. الفولت اللي ما بين اللي يخص الفيزة ده بيسموه الفيز فولتج، زي مين؟ ال V A N، ال V P N، ال V C N. انما اللاين فولتج ده اللي هو مين؟ ال في اي بي وال في بي سي وال في سي اي. فعشان كده لما وصلوا السيستم 3 فيز ظهر لي نوعين من الفاليوز، حاجه اسمها اللاين فاليو وحاجه اسمها الفيز فاليو. لو مسكنا الستار، الستار ديت اللاين تو لاين فولتج بتاعها ايه؟ هو الـ voltage difference between each pair of phases، صح كده؟ زي ما قلنا من شوية اللي هو الـ VAB الـ VPC الـ VCA، شكلهم عامل ازاي اهم. زي ما انت شايف في جهد ما بين الـ A والـ B، جهد ما بين الـ P والـ C، جهد ما بين الـ C والـ A، ده بيسموه الـ phase sorry line voltage. انما الـ phase voltage ده هو عبارة عن الـ voltage difference between each phase and the neutral، زي الـ VAN والـ VPN والـ VCN. الـ currents نفس الكلام، في currents بتمشي في transmission line فدي بيسموها the current follow each transmission line، اللي هي الـ I A small A capital، ال I B small B capital، ال I C small C capital، اللي هم التلاتة كارنت اللي ماشيين في الترانسميشن لاين، شايفينهم؟ وعندي تلاتة phase current اللي هي ال current follows in each phase، اللي هي ال I phase A، ال I phase B، ال I phase C، اللي هم التلاتة كارنت اللي ماشيين جوه الphase. إن شاء الله المرة الجاية هنكمل بقى نجيب relation ما بين ال line value والفيز فاليو. في اسئله في اللي فات؟ حد عنده سؤال؟ لا تمام يا دكتور. اشكركم وان شاء الله نشوفكم المره الجايه.